قيموا المخدات من هون، وحتى هدول كمان. كل شيء ثنائي بدنا نعمله فردي. ليش؟ لأنه المنافسين مركزين على الديكور وأناقته كتير، ولحتى نضيعهم بخصوص هالموضوع نحن بدنا نعمل عكسهم. شو الشعار طيب؟ ما بعرف حاليا، بس رح لاقيه. انتو كملوا، انا رح رد على التليفون. اهلين نوران. من غير ما حدا ينتبه عليك كمل مشي. وينك انتي؟ لا تخلي حدا يحس. انتبه، عم تطلع حوالي. ما تطلع، طالما عم تسأل ما تسأل. مراد فاضي لي شوي؟ لا مالي فاضي. واتيفر، رح قول بكل الحالات. ويا ريت تختصري لانه نحن بوضع حساس كثير نوران، لو سمحتي. اوكي طول بالك شوي مراد، انا هلا مالي هون. طيب كملي. طيب رح اطلع بعد شوي وبرجع بعدين كمان. كيف بدي اقولها؟ من وين بدي بلش يا ربي؟ بلشي من الاخر لانه ما عندي وقت نوران. يلا تمام. اسمع، شو بين حياة إبراهيم؟ ما في أي شيء ابنه، كله ملعوب. يعني لهيك البنت مانا ساكنة عند الشاب من شهر ولا شيء، بتروح وبتجي لعندي على البيت. يس. كان فيك تبعت رسالة على القليل. أنا ما كان عندي وقت لضيعه. ضلينا نستنى منك خبر لساعات، وبسببك أنا اللي انحطيت بموقف صعب. أنت ما كان إلك علاقة، كل القصة كنت بحاجة لأقعد مع حالي. يا ريت تأجلوا هذا الموضوع لبعدين، وإذا خلصتوا من نقرة خلونا نرجع على الشغل. من وين رح نبلش؟ نحن غايتنا البيوت المليانة حياة، البيت اللي بيكون فيه حياة بس وقتها بيكون إله معنى. معناتها نحن بحاجة شعار قصير ويكون معناه حلو ويحمل المفروشات هاي الميزة. صحيح. البيوت العايشة مو حلو كتير، ما؟ مو البيوت يلي بتعيش، المهم يلي عايشين بقلب البيوت. لقيتها. شو لقيت؟ صارتي في القلب. ايه حلو كتير. كتير حلو. شعارنا الجديد هو صارتي في القلب.